बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पेज नंबर 40 से शुरू करेंगे। तदरीब सालिस सातवां सबक है। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अत तद्रीबु सालिस तबादलुल हवार मा ज़मीलिका कमा फिल मिसाल मिसाल अत्तालिबुल औला तालिबुल अव्वल कैफ़ हालुका अत्तालिबु सानी बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह अत्तालिबुल अव्वल मा जिन्सियतुका अत्तालिबु सानी अना पाकिस्तान أنا باكستاني. أنا باكستاني الطالب الأول أهلا وسهلا باكستاني تركيا سوري مصرية تركي إن سے آپ نے ڈائلاگ بنانے، اس عورت سے آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا؟ جی यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका हाल कैसा है। हाँ, आपने इस औरत से पूछना है कि आपका क्या हाल है। वो आगे से आपको जवाब देंगी। पूछें सवाल। कैफ हालू का हालू की औरत को कहते हैं कैफ हाल की। तुर्किया वाली को जिज्ञासा करना पूछना होगा। जी, आपने इस हाँ तुर्की कैफ की औरत से पूछा कैफ हालू की। जी कैफ हालू की अब तो उसका जवाब जवाब देगी क्या होगा? बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आगे। मा जिन्सियतु की तो पूछे वो कहेगी अना तुर्की अना तुर्किया। ठीक है, उसके बाद अहलन व सहलन सही हो गया। नेक्स्ट। सूरी कैफ हालू का बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। मा जिन्सियतु अना सूरिया अना सूरी। अना सूरी अहलन व सहलन कैफ हालू की बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। मा जिन्सियतु की अना मिस्री अना मिस्रिया अना मिस्रिया। अना मिस्रिया अहलन व सहलन कैफ हालुका बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। मा जिन्सियतुका अना तुर्की अहलन व सहलन। नेक्स्ट। التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال طالب الأول ما اسمك ما طالب الثاني اسمك؟ ما اسمك ما اسمك طالب الثاني اسمي بدر طالب الأول من أين أنت طالب الثاني أنا من تركيا طالب الأول هل أنت تركي؟ طالب الثاني نعم أنا تركي. طالب الأول أهلا وسهلا. إقبال باكستان أنور سوريا سعيد مصر ديالوج. ما اسمك؟ اسمي إقبال من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت تركي؟ هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني أهلا وسهلا. ما اسمك؟ اسمي أنور. من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سوري؟ هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري أهلا وسهلا. ما اسمك؟ اسمي سعيد. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصري؟ نعم أنا مصري أهلا وسهلا.
यहाँ से पढ़े السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك ہم اپنا نام بتائیں ٹھیک ہے جی ما اسمك اسمي حزب الله كيف حالك الحمد لله بخير بخير الحمد لله من اين انت انا من الهند ما جنسيتك؟ جنسيتي من جنسيات الهند. أنا هندي. أنا هندي. ما جنسيتك؟ أنا هندي. هل أنت هندي؟ نعم أنا هندي. هل أنت من سوريا؟ لا أنا من الهند. مع السلامة. تدريب الأول. انظر واستمع واقرأ. أنا. أنت. أنت. هو. هي. طالب مدرس طبيبة مهندسة هذه التدريب الثاني هو طالب هي طالبة هو مدرس هي مدرسة أنا تركي أنا من سوريا أنا مهندس أنا من باكستان هي مصرية الوحدة الثانية الأسرة يا آپ کے پاس کتاب کاغذی شکل میں ہے نا ہاں یہ کاغذی شکل میں ہے لیکن یہ پرانا پرانی ایڈیشن والا ہے لیکن یہ کل ہم موبائل ہاں یہ والا ہے لیکن یہ ایکسرسائز جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے الگ سا ہے لیکن ہم کل موبائل سے دیکھ رہے ہیں یہ اگر ہوا اس میں تو یہ آپ مجھے لکھ کر بھیج دینا اسی کے اوپر ٹھیک ہے ان کے اوپر بس آپ نے ان کے اوپر پھیلنے نقطوں پر اس میں کیا لکھیں گے بس آپ نے ان نقطوں کے اوپر اپنا پین پھیرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اسی طرح میں اوپر سے نیچے کی طرف پھیرنا ہے ان میں دائیں سے بائیں کی طرف پھیرنا ہے اس میں اوپر سے نیچے ہے پھر دائیں سے بائیں کی طرف پھیرنا ہے جی سمجھ نہ آئی تو پوچھ لینا الوحدة الثانية الأسرة الحوار الأول انظر واستمع وعيد علي السلام عليكم عمار وعليكم السلام علي هذه صورة أسرتي عمار ما شاء الله من هذا؟ علي هذا والدي عدنان وهو مهندس عمار ومن هذه؟ علي هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة عمار من هذا؟ علي هذا أخي عيسى وهو طالب عمار ومن هذه؟ علي هذه أبلة من معلمة وهذا جدي وهذه جدتي عمار ما شاء الله كل مشكلة لازم
सूरतुन उसरतुन जद्दुन जद्दतुन मुअल्लिमतुन طالبٌ والدةٌ والدٍ والدٌ والدٌ سؤال پڑھیں ہاں جدتٌ جدٌ تدريب سل بين الكلمات تدريب سل بين الكلمات والسورة المناسبة یا آپ نے کہا ہوم ورک ہے ٹھیک ہے جی حوار الثاني انظر واستمع وعد عمر هل هذه شجرة عثمان نعم هذه أسرة هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم عمر صلى الله عليه وسلم عثمان هذا والده عبد الله عمر وهذه والدته آمنة آمنة أم عثمان وهذا جده عبد المطلب عمر وهذا عمه العباس عثمان وهذا عمه حمزة عمر وهذا أمه أبو طالب عثمان وهذه عمته صفية عمر وهذا ابنه القاسم عثمان وهذا ابنه عبد الله عمر وهذا ابن إبراهيم عثمان وهذه ابن فاطمة عمر وهذه ابنته رقية عثمان وهذه ابنته زينب عمر وهذه ابنته أم كلثوم مشکل لفظ نہیں شجرة عدنان اوکے امن امن ٹھیک ہے امن امتن ابنن ابنتن یہ سوال آپ کا ہوم ورک ہے جی الحوار الثالث انظر واستمع وعيد الو هذا اذان الفجر الو الله اكبر الله اكبر اين الاولاد الو سعد في الحمام يتوضا الاب اين سعيد الو سعيد في الغرفه يقرا القران الو اين سعيده ألم سعيدة في المصلى تصلي ألم أين المئتف مئتف كم معنى كيا مئتف کہتے ہیں کوٹ کو یہ مئتف ہے کوٹ أين المئتف سعد هذا هو المعتف يا والدي ألب أين النظارة سعيد هذه نظارة يا والدي ألب هيا بنا إلى المسجد سعد وسعيد هيا بنا هيا بمعنى هيا بنا أو چلتے ہیں أو چلتے ہیں امی دروازہ بند کر چھوڑو مسجد مصلی قرآن حین بنا نظارہ معتف غرفہ حمام يتوضع اقرا يصلي يتوضع اقرا يصلي ام اب اذن الفجر الاولاد ابن تدريب سل بين الكلمه والسوره المناسبه القران یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس کو آپ نے جوڑنا ہے نیکسٹ
مفردات مفردات اضافیہ العرض انظر واستمع واعد ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اس کو یوں پڑھنا ہے نے ستتو اقلام چھ پین ستتو اقلام سبعة اقلام ثمانية اقلام تسعة اقلام عشرة اقلام التدريب الأول سل بين العدد والصورة المناسبة تسعة كتب ستة كتب یہ بھی بس آپ نے جوڑ دینا آپ کا ہوم ورک ہے ٹھیک ہے التدريب الثاني رتب الإعداد رتب الإعداد یعنی کہ وہ کہہ رہے ترتیب دو نمبرز کو ترتیب دو اس میں آپ نے ڈبوں میں نمبرز کو ترتیب دے کر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال مثالين المثال جي. ها مثالين المثال المثال الأول الطالب الأول أين المعتب الطالب الثاني هذا هو هذا هو المعتب المثال الثاني أين أين الغرفة الطالب الثاني هذه هي الغرفة معتف غرفة ابن ابن مصلى ابن مسجد کے متعلق اس سے سوال پوچھنے کی بیٹا کہاں ہے اين ابن اس کو ہم نے خاص کر دینے الف لام لگا کر ایک خاص بیٹے کی بات ہو رہی ہے اين الابن أين الابن؟ هو في المسجد. هذا هو الابن. چلے آپ کا جواب ٹھیک ہے ہوا في المسجد. نیکسٹ أين المصلى؟ هذا هو المصلي. مصلح ٹھیک ہے هذا هو المصلي. أين المسجد؟ هذا هو المسجد. أين الحمام؟ الحمام في الغرفة. next أين السورة؟ السورة في الغرفة. یا هذه هي السورة هي وتصوير أين السورة؟ هذه هذه هي السورة أين الشجرة؟ هذه هذه هي الشجرة أين النظارة؟ النظارة على الطاولة أين ابنة؟ الابنة في الحمامة في الحمام في الحمام التدريب الثاني التبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال مثالين المثال الأول الطالب الأول أين سعيد الطالب الثاني سعيد في الغرفة يقرأ القرآن المثال الثاني أين سعيدة؟ الطالب الأولى الطالبة الأولى أين سعيدة؟ طالبة الأولى ٹھیک سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن
Aina Said? Yes, At-talibul Salih. awwal. Aina Said? Aina Salih. Aina Salih? As-Salih? आपकी आवाज़ बंद हो गई है, हेलो, आईना अब आवाज़ आ रही है। आईना सॉलेह सॉलेह फिल मस्जिद इसल्ली। साले प्रॉपर नाम में खिजात अलिफ लाम नहीं लगाते। आईना सॉलेह सॉलेह फिल मस्जिद इसल्ली। आईना सॉ आईना सॉलेह सॉलेह फिल मुसल्ला इसल्ली। أين الشريف؟ الشريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: طالب الأول، من هذا؟ طالب الثاني، هذا والدي عدنان هو مهندس. عم आपने पूछना عمر है ये आदमी कौन है, जी आगे आप من उस बंदा बताएगा ये मेरे चाचा उमर है। من هذا عمي هذا عمي عمر هو مدرس. جد سالم طبيب. من هذا؟ هذا سالم هو هذا طبيب. جدي سالم. هذا جدي سالم هو طبيب. من هذا؟ هذا أخي صالح هو طالب. من هذا؟ هذا صديقي علي هو معلم. التدريب الرابع حول كما في المثال. حول حول المثال الأول، هذا والدي عدنان. الطالب الثاني، هذا والده عدنان. الطالب الأول، هذه والدتي خديجة. هذه والدته خديجة. هذا أختي سلمى. هذه أختي سلمى. هذه أخته سلمى. هذا عمي عثمان. هذا عمه عثمان. هذا ابني علي. هذا ابنه علي. هذه عمة عائشة. عمتي هذا هذه عمتي عائشة. هذه عمته عائشة. أمته هذه عمته عائشة. هذا صديقي أحمد. هذا صديقه أحمد. التدريب الأول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل السؤال تبادل السؤال تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: أين أحمد؟
طالبستان احمد في المسجد يصلي. اين فاطمه؟ فاطمه في المصلى تصلي. اين بدر؟ اين بدر؟ بدر في البيت يتوضا. اين زينب؟ زينب في الغرفة تقرأ القرآن. أين عادل؟ عادل في المسجد يقرأ القرآن. يقرأ القرآن. يقرأ القرآن. التدريب الثاني، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: الطالب الأول: السلام عليكم. الطالب الثاني: وعليكم السلام. الطالب الأول: ما هذه؟ الطالب الثاني: هذه صورة أخي، هو مهندس. الطالب الأول: ما شاء الله. السلام عليكم. الطالب الثاني: وعليكم السلام. الطالب الأول: من هذا؟ ما هذه؟ Because here we are talking about picture, not the girl. ما هذه؟ الطالب الثاني: هذه صورة أختي، هي طبيبة. هذه صورة أختي، هي طبيبة. ما شاء الله. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ما هذه؟ تصویر کی بات ہو رہی ہے، جو سورہ لفظ ہے وہ مونس ہوتا ہے، اس لیے ہم حاضر ہی کہہ رہے ہیں. ما هذه؟ هذه سورة عالد، هو معلم. ما شاء الله. ما هذه؟ هذه سورة عمي، هو طبيب. ما شاء الله. ما هذه؟ هذه سورة ابني، هو طالب. ما شاء الله. التدريب الثالث، هات جملا كما في المثال. المثال: هذا والدي علي، هو مهندس. هذه والدة خديجة، هي طبيب. والدتي خديجة. هذه والدتي خديجة، هي طبيبة. هذه سورة أخي سعيد. تصویر کی بات نہیں کرنی، ڈیڈ بھائی کی بات کرنی ہے. هذا اخي سعيد. هذا أخي سعيد، هو معلم. هذه أختي سعيدة، هي معلمة. هذا ابن بدر. ابني بدر، هو طالب. هذه ابنتي ندى، هي طالبة. هذا عمي حمزة، هو طبيب. التدريب الرابع، تبادل السؤال والجواب مع زميلك، مع زميلك كما في المثال. المثال الأول، الطالب الأول. ما في الأمثلة، كما في الأمثلة. المثال الأول، الطالب الأول: من هذا؟ الطالب الثاني: هذا أحمد. هذا أحمد. المثال الثاني: من هذه؟ الطالبة الأولى. من هذه؟ الطالبة الثانية: هذه زينب. المثال الثالث: الطالب الأول: من هذا؟ الطالب الثاني: هذا مسجد. ما هذا؟ ما هذا؟ الطالب الثاني: هذا مسجد. المثال الرابع، الطالب الأول: ما هذه؟ الطالب الثاني: هذه الصورة.
من هذه؟ هذه ليلى. من هذه؟ هذه شجرة. من هذا؟ ما هذه؟ هذه شجرة. ما هذه؟ ما من انسانوں کے لیے من اور باقی چیزوں کے لیے ما. غير جبل وقبول كلية ما من هذا؟ هذا عمر. من هذه؟ هذه أسرة. هذه من أسرتي. هذا؟ اوکے ٹھیک ہے. من هذه؟ هذه اسرة. ٹھیک ہے. من هذا؟ هذا حمام. من هذا؟ هذا علي. حمام کے لیے ما لگاتے ہیں. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا حمام. من هذا؟ هذا علي. ما هذا؟ هذا القرآن. ما هذا؟ قرآن کے لیے ما. ما هذا؟ هذا القرآن. من هذه؟ هذه فاطمة. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ پانچویں مشق شروع کریں گے. کوئی سوال؟